فاعجب له في صدقه ومضائه. والله ما ينفعك في هذا القبر وفي هذا البيت الحقيقي إلا ما قدمت في هذه الحياة الدنيا بين يدي الله عز وجل. هترقد في قبرك، هترقد في قبرك كم؟ إذا أنت بتعيش 100 سنة ممكن تنام في قبرك 1000 سنة، ممكن تنام في قبرك 2000 سنة، ممكن تعيش في قبرك 10,000 عام، والقبر أم روضة من رياض الجنة إما حفرة من حفر النيران. والله أذكى إنسان الآن بيننا مو هاللي قاعد كيف يفكر يزود رصيده في البنك، أقسم بالله أذكى إنسان في هذه الحياة الدنيا هو اللي قاعد يبني ويرمي أعمال صالحة في القبر عشان لما يجي يدخل القبر ويلقاها قدامه. هذا أذكى الأذكياء، مو ذكي بل أذكى الأذكياء، اللي يفكر في إيش؟ يفكر في قبره وفي لقاء ربه. واحد من الشباب، واحد من الصالحين يقول صليت في مسجد وبعد ما خلصنا من الصلاة، بعد خلصنا من الصلاة يقول قام الإمام وقال الصلاة على الميت، يقول فقلت فرصة نحصل على إيش؟ على أجر الصلاة على الميت قيراط. يقول صلينا بعد ما سلمنا، يقول قلت فرصة إني أتبع هذا الميت حتى المقبرة، يقول دفناه، يقول قلت خليني أكسب أجر التعزية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من عز أخي له في مصيبة تصيبه أحله الله بحلة من حول اليوم القيامة. يقول بعد ما دفنا، يقول أنا ما أعرف أهل الميت، ما أعرف الميت، يقول فبدأت أنظر في الناس أشوف المتأثرين منهم فأكيد أنهم أهل الميت. يقول فلفت انتباهي، لفت انتباهي شاب يبكي في المقبرة بكاء شديد. يقول فجيته ونظر فيه بلحية شماغ وثوب قصير، يقول وأنا أعزيه، قلت لعظم الله أجركم وأحسن الله عزاءكم وغفر الله لميتكم وهذا هو حال الدنيا. يقول فنظر فيه فقال لي يا شيخ تعرف مين الميت؟ يقول قلت لا والله ما أعرفه. قال الميت أخويا من أمي وأبويا، والله ما أبكي لأنه مات، ما أبكي حزن على فرقاه، أبكي لأن هذا جواله مليان بما يغضب الله عز وجل، وأخويا مات والجوال مليان وحاط عليه رقم سري، من فين أجيب الرقم السري؟ والرقم السري اندفن مع صاحبه في قبره. وهذه المقاطع والروابط اللي مالي بها الجوال وقاعد ينشرها الآن هو في القبر، وسيئات تجي من الهند ومن الخليج ومن أمريكا ومن أوروبا. ليه؟ لأنه كان ينشر ولا يبالي، لأنه كان يرسل ولا يفكر، ما يفكر في الروابط، ما كان عنده تفكير في القبر. لو كان عنده تفكير في القبر وفي هذا المكان اللي حينام فيه أقسم بالله ما يطلع من الجوال إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. اشتغل القبرك. وبعض الناس والله العظيم إنه ينام في القبر وراح تدخل عليه حسنات كل لحظة وكل حين. ليه؟ لأنه كان شغال. هذا رابط قرآن، وهذا إعلام محاضرة، وهذا حديث، وهذا تذكير بالصيام اثنين وخميس، وهذا مقطع مؤثر نشرها وخرجت من جوال وقاعدة تنتشر، وهذا علم جاهل علمه كيف يصلي، وعلم فلان كيف يحج وكيف يعتمر، وهذا كله في ميزان حسناته لأنه كان يفكر في هذا القبر. طيب يا شيخ منصور، شيخ نايف، قال الشاعر أتيت القبور فناديتها أين المعظم والمحتقر، تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر، فيا سائلي عن أناس مضوا أما لك فيما مضى معتبر،
دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. في واحد من الشباب توفاه الله سبحانه وتعالى، والله يا أخوان كان آخر تغريدة له تذكير بالصيام، كان آخر رسالة